الطريق إلى الرقة، التزم اليمين وبعد حوالي 70 كيلومترا ستصل إلى عاصمة خلافة داعش المزعومة. مشاهد الدمار التي خلفتها طائرات التحالف ممزوجة مع مشاهد استمرار الحياة ومحاولات السكان للعودة لحياتهم الطبيعية. وصلنا الآن إلى مدخل مدينة الرقة من الجهة الشرقية، سنتجه الآن إلى داخل المدينة. مع المقاتلين نتجه إلى داخل المدينة. لتجنب القناصة يجب أن نقطع هذا الطريق بأسرع ما يمكن. وجهتنا الأولى هي مقر تابع لقوات سوريا الديمقراطية. ننتظر هنا قليلا على الرغم من سقوط قذيفة بالقرب من المقر. ننتظر حتى وصول طاقم آخر يصحبنا إلى الخطوط الأمامية. كيفك؟ لا يمكننا أن نتوغل أكثر في الأحياء المحررة من الرقة من دون سيارة مصفحة. داعش يقصف هذه الأحياء بطريقة متقطعة، وكذلك يستخدم طائرات مسيرة محملة بالقنابل. أنا موجودة الآن داخل إحدى المدرعات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، نتجه إلى داخل الأحياء المحررة في مدينة الرقة. من المدرعة نتجه مباشرة إلى نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. لا يمكن أن نتجول في الشارع أيضا بسبب انتشار قناصة داعش. من الطابق العلوي تطل عليك الأحياء التي يتمركز فيها داعش. الدخان المتصاعد خير دليل على القصف المتكرر التي تتعرض له مواقعهم. في هذه النقطة يقاتل العرب من لواء فرسان الجزيرة جنبا إلى جنب مع الكرد. لواء فرسان الجزيرة من قبل الشيخ نايف دهامق عشيش، يعني من عشيرة عنزة، ولكن ما نحدد أنه هو اللي ينضم، مو بس من عشائر عنزة، من جميع العشائر، لأنه انضم معانا من جميع العشائر إلى قوات، إلا فرسان الجزيرة تحت راية قوات سوريا الديمقراطية. في بعد سؤال بدي أسألك، لأنه سمعت أخبار عم تقول أنه جيش العشائر عم بيعتمد، هاي شو هاي؟ هاي دوشكة. أنتوا عم تضربوا؟ إيه، أنا نضرب الدواش. في يعني هجوم ولا ليه عم تضرب؟ إنه في غناص. تعتمد هذه المعركة على غطاء جوي من قبل طائرات التحالف. هذا المقاتل الكردي هو المسؤول عن التنسيق مع التحالف في هذه النقطة العسكرية. يخبرني أنه عبر الآيباد يحدد مواقع داعش ويرسل الإحداثيات عبر الواتساب إلى الأمريكيين ليتمكنوا من استهداف مواقع العدو. الوقت بدأ يداهمنا. بينما أستعد لأختم تقريري يحذرني مقاتل أن التحالف نفذ غارة جوية. أثناء تواجدي هنا في حي المشلب داخل مدينة الرقة سمعت نعم أحاول أن أختم تقريري مرة أخرى، لكن داعش بدأ باستهداف مواقعنا. وقعت القذيفة خلفنا مباشرة. الخوف سيد الموقف للحظات قبل أن يقوم هذا المقاتل بالرد على مصدر إطلاق القذيفة. بعد المحاولة الثالثة والأخيرة نجحت بإتمام تقريري. أثناء وجودي هنا في حي المشلب داخل مدينة الرقة سمعت قصف طائرات التحالف، سمعت أصوات المدفعية الثقيلة والقذائف، لكن المشكلة الأساسية التي تواجههم هي الألغام. المنطقة ملغمة بشكل كامل، لا نستطيع أن نقطع شبرا واحدا داخل هذه الأحياء بدون مرافقة قوات سوريا الديمقراطية.